أهلا وسهلا فيكم من جديد. بقصتنا الرياضية لليوم رح نحكي عن النجم الجزائري رياض محرز. محرز هو النجم مانشستر سيتي القادم من ليستر سيتي، بيواجه مشكلة مع فريقه الجديد من وقت ما انتقل، وهي إجلاسه على دكة البدلاء دائما. الجزائريين كتير غاضبين لأنه لاعبهم ما أخذ فرصته كأساسي بالسيتي رغم أنه أداؤه كان ممتاز، فبالمباراة الأخيرة سجل هدف الفوز على تشيلسي وأشاد به مدرب تشيلسي الإنجليزي لامبرد. أما المصريين فهن رافضين مقارنته بمحمد صلاح رغم أنه حقق الدوري مع السيتي وهو اللي ما حققه صلاح، بس هن معتبرين أنه محرز لم يشارك بإحراز السيتي للقب باعتباره لم يلعب كثيراً. أما بالنسبة لصحيفة صن البريطانية فهي تحدثت عن سبب إجلاس محرز على دكة البدلاء وقالت أنه زوجة محرز البريطانية ريتا هي السبب، حيث حدثت مشاكل سب وقذف متواصل بينه وبين صديقة الألماني ليروي ساني زميل محرز بسيتي. وقالت الصحيفة أنه المشاكل الأخيرة هي ما أغضبت غوارديولا من محرز وأصبح لا يعتمد عليه بالمباريات. الخبر الأخير طبعاً استغلته المواقع المصرية بطبيعة الحال بالخلاف الرياضي بين مشجعين المصريين والجزائريين، لأنه طبعاً دائماً ما بينتهي على وسائل التواصل الاجتماعي. فخلونا نشوف مع بعض بعض التعليقات. أول تعليق معنا لماي الجزائرية اللي علقت على إحدى الصفحات المصرية اللي تداولت الخبر، قالت فيه: وهل بإمكاننا أنه نعرف أسباب خروج مصر من بطولة الكان 2019 اللي نظمتها وسبب التعادل أمام جزر القمر؟ أما عبد الرحيم ويبدو أنه مصري رد على جزائريين أيضا وقال: سبب استبعاد محرز من المشاركة هو أنك رح تدخل بغيبوبة لو شفت محرز عم يلعب أساسي. أما وليد فأنصف رياض محرز وكتب على فيسبوك: بعيداً عن كل ما يقال عن محرز وأسباب عدم مشاركته، يجب علينا كعرب جميعاً أن ندعم محرز، فهو لاعب استثنائي بالنسبة لنا كمحمد صلاح وأكثر، وما فعله بأمم إفريقيا والمباريات التي شارك بها بالدوري يكفي. لتعرفوا آخر الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا وأهم الترند، تابعوني أنا دالين ببرنامج فولو أب. فولو أب يأتيكم على أوريانت في الأوقات التالية.